السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في قناتي، قناه حنان لايف. اليوم ان شاء الله غادي نقوموا غادي نعطيو تعريف شامل لمكمل غذائي خاص بتساقط الشعر او لايقاف تساقط الشعر واعطائه للحيويه، اللي هو فوركابيل من مختبر اركو فارما. كما كتشوفوا هنايا مكمل غذائي هو هذا، غادي تلقاو بانه راه فيه جوج ديال العبوات. كاين عبوه ديال 180 حبه او 3 شهور، وعبوه اخرى هذه مجانيه ديال شهر واحد فقط فيها 60 حبه. غادي نحل معكم هذا، لانه هذا انا خديته في وقت ديالي اللي زعما هكا عرض، خديته من بارا فارماسي. اوكي، دونك هذه هي العبوه اللي هي صغيره كما قلت لكم، فيها مده ديال شهر فيها 60 جيلول او 60 حبه. وهذا هو الاصلي، هذا هو اللي كان عندي به انا غرض، هو 3 شهور 3 موا كما كتشوفوا هنايا 180 جيلول. هذا المكمل الغذائي هو خاص بالشعر، ولكن خاص كذلك حتى بالاظافر اللي هي هكا متقصفه او لا اللي ضعيفه، ما عندهاش هكا القوه. فهذا هو الدور ديال هذا المكمل الغذائي. فوالا القرعه الكبيره كتجي على هذا الشكل. شنو كاين في هذا غادي نشوفوا دابا شنو كاين في هذا، شنو هما العناصر الاساسيه اللي كاين في هذا المكمل الغذائي. كاينه مجموعه كامله ديال الفيتامين بي، ياك كاينه بي 5 بي 6 بي 9 فيتامين بي 8 او ما يعرف بالبيوتين، كاين فيتامين دي 3، كاين الزنك، كاين السيستين، وكاين الميثيونين. كل حاجه طبعا المقادير ديالها او لي ميزور اللي هما اسونسييل خاص يكونوا يتخادو كل نهار. واذا لاحظتوا بانه هاد العناصر كاملها اللي كاين في هذا المكمل الغذائي هما اللي كيكونوا غالبا السبب في التساقط ديال الشعر، فيتامين دي، الزنك، والمجموعه ديال الفيتامين بي، مجموعه كامله ديال الفيتامين بي بدرجه كبيره. الفيتامين بي 8 اللي كما قلنا هو البيوتين. كيفاش كيتخاد هاد المكمل الغذائي او لا فوالا هاد المكمل الغذائي اللي هو خاص بالشعر كما قلنا وبالاظافر، كيتخاد جوج ديال الحبات، جوج ديال الجيلول. غنحل هادي، انا كنت خديتهم شحال هادي ولكن قلت حتى ندير الفيديو معكم، وكان غادي نفتتح معكم هادي دابا. لي جيلول كيجيو على هذا الشكل، كيتخادو هكا. دونك جوج في النهار، جوج يوميا، جوج يوميا في الوقت ديال الفطور او لا مباشره بعد الفطور. وحابه لو انه في الوقت ديال الفطور ما تاخذوا لا قهوه لا اتاي، يعني هاد جوج ديال اللي كنعرفوا حنايا منشطات اللي كناخذوهم، مشروبات اللي هي شيئا ما منشطه، ما ناخذوهمش في الوقت ديال الفطور. وإلا كنا كنفطروا بالقهوه اولا باتاي، هادو هاد الجيلول ما يتخادو على ساعه ديال المكنه من الاحسن، باش انه الجسم كيستافد من جميع العناصر اللي كيتكون منها هاد المكمل الغذائي اللي قلنا ديال فوركابيل. اشنو المميزات ديال هاد فوركابيل؟ قلنا انه كيعطي القوه للشعر، كيمنع التساقط ديالو، كيعطي الخلفه، وكذلك حتى انه كيعطي الحيويه للشعر، يعني كتحسوا بانه الشعر ديالكم فيه الحياه. الا كان ناشف ما كيكونش مازال ناشف، وكيكون فيه حتى لمعان. بالنسبه للاظافر ما كيكونوش مازال هكا كيتهرسوا. شنو المعلومات الاخرى اللي نقدر نعطي؟ بالنسبه لاي مكمل غذائي كما بغى يكون خاصو يتخاد على مده ديال 3 شهور. فهادشي علاش انا خديت هذا اللي فيه 180 جيلول، كل نهار جوج ديال الحبات، ما معدله 60 حبه في الشهر، يعني خاصني 180 بالنسبه لثلاث اشهر. ناخذ 3 شهور، نديرو بوز 3 شهور ونعاودو عاوتاني ناخذو، ما كاينش مشكل.
واش اول مره كنستعمل هذا الفوركابيل؟ لا، هذه لا دوزيام فوا كناخذو وعطاني نتائج، داكشي علاش انا كنعاود ناخذو للمره الثانيه. حاجه اخرى، قبل الا كان عندكم تساقط الشعر كثير بزاف، من الافضل انه تمشيو ديروا التحاليل تاكدوا، وغالبا غالبا كيكون السبب يا اما انه فقر الدم، يا اما الغده الدرقيه، يا اما الفيتامين دي. هادو بثلاثه هما اللي كيكون الاسباب الرئيسيه ديال تساقط الشعر. دونك هذا غير كيكون ان بلس، وهذا هو بالنسبه لي انا ارخص مكمل غذائي اللي خاص بالشعر، لانه كاين وحدين اخرين بحال بيرفيكتيل، والمهم تقدروا تذكروا السميات نتوما الا كتشوفوا هذا فيديو اللي نتوما مجربينهم. مي هادو كيكون الثمن ديالهم شويه طالع. دابا غادي نشوفوا بالنسبه للثمن ديالو كما قلنا في البارافارماسي بشحال باش خديته. دونك كما قلنا الباك كاين فيه هذا 180، مع هذا عاطينو بشكل مجاني، خديته في البرومو الوغ 349 درهم باش تقام عليا. هادو بجوج دابا اوكي. دونك دابا غادي نهضروا على الناس اللي ممكن انهم ياخذوا هذا الكومبليمون اليمونتير او هذا المكمل الغذائي الخاص بالشعر والاظافر. كيف ما كتشوفوا هنايا بالنسبه للعلبه، كما قلنا جوج في النهار اوكي. الاطفال اكثر من 15 سنه هما اللي يقدروا انهم ياخذوه، يعني اقل من 15 سنه ما ياخذوش فوركابيل. المراه الحامل، المراه المرضعه ممكن انهم ياخذوه، ولكن رايي الشخصي انا هذا من افضل انه قبل ما بالنسبه للمراه الحامل او المراه المرضعه ما تاخذ حتى شي حاجه، تاخذ استشاره من الطبيب من الاحسن. يعني كل حاله كيكون تريتمون ديالها بوحدو، يعني تفاديا لاي خطوره معينه. استشاره الطبيب راه مزيان بالنسبه لهذه المكملات. نقطه اخرى، قلنا بانه بالنسبه لتساقط الشعر الاغلبيه كيكون عندهم الفيتامين دي هو اللي ناقص، فقر الدم، الغده الدرقيه، ستريس اكثر حاجه كدير تساقط الشعر. دونك الواحد يحاول انه يكون زعما يحاول وكنكرر هذه يحاول انه يكون غولاكسي اوكي، يكون يحاول انه ما يكونش زعما ترو ستريسي ولا مضغوط، يحاول يتفادى ما امكن ستريس، ويرد البال مزيان نظام الحياه ديالو، يعني نوعيه الاكل، النوم كذلك كما يجب الى اخره، لانه هذا كيبقى فقط غير مكمل. هذا الشيء اللي نقدر نقول دابا. نتمنى انه عطيتكم جميع المعلومات الخاصه بهذا المكمل الغذائي. الى كان عندكم اي استفسار اخر، وكانت عندي معلومه طبعا ما غاديش غادي نجاوب عليكم، غادي نجاوبكم في التعليق. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في رزقكم الى فرصه قادمه ان شاء الله.